مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من اخر النهار. موقف صعب جدا ان تبتدي حلقتك والاهلي والزمالك بيلعبوا، مين هيفوز مين هيفوز؟ طبعا انا لو بنصح الاهلاويه والزملكاويه ما يتفرجوش على الماتش ويتفرجوا عليا، هيوتروا اعصابهم. الاهلاويه مش فارق بالنسبه لهم، ولكن الهزيمه تعني ان الزمالك الحق بالاهلي اول هزيمه هذا الموسم، وحرم الفريق وحرم حسام البدري من يحقق انجاز كبير ان يقضي موسما كاملا بلا هزيمه. والفوز للاهلي بطوله اخرى، خاصه ان الزمالك خرج حتى الان خالي الوفاض، خرج بالبطوله الافريقيه وما خدش الدوري وفاضل الكاس على امل، فكمان يخسر القمه الخاصه بالاهلي والزمالك هتبقى قاسيه جدا على الزمالك اللي محتاج يلملم نفسه ويستعيد عافيته علشان ينافس على الكأس. الأهلي عايز يفرح جماهيره ويقول لهم أنني البطل، وأن هذه بطولة خاصة جدا، وأن احنا ما بنعرفش طعم الهزيمة. طب تحرق دمك أنت وهو ليه وتتعصب؟ ما تتفرجوا عليا أحسن.